طيب كابتن، يعني في الفترة اللي هي قبل توقف النشاط، يعني رأي حضرتك في أداء فايلر مع الأهلي، وهل أنت شايف فكرة تمديد عقده للفترة اللي جاية ده أفضل، ولا شايف إن بدري عليه؟ هو بص، بالنسبة للأداء بتاع النادي الأهلي في قبل توقف النشاط، يعني لا الحمد لله الأهلي كان ماشي بخطة كويسة سواء في الدوري المصري أو في أفريقيا. يمكن حصل هزة بسيطة كده في أفريقيا، لكن الأمور الحمد لله اتحسنت وصعدنا لدور الثمانية. يعني بالنسبة للدوري طبعا ماشيين كويس. الناس هتقول لك يعني عشان الفرق التانية، لكن أنا بقول لك لا، الأهلي ماشي كويس. يعني بالنسبة للتجديد، بالنسبة لفايلر، أنا شايف إنه لازم يتجدد، لأن ما ينفعش إن أنا أجيب مدرب وبدأ يعمل فرقة كويسة وبدأ يحسن في الأداء بتاع اللعيبة أو بتاع الفريق، وأنا لازم أديله فرصة. يعني وخصوصا إن هو ماشي كويس، هنقول إنه لازم ياخد بطولة أفريقيا. أنا في رأيي إن الكلام ده مش مظبوط. يعني إن مش البطولات هي المقياس بالنسبة للمدرب في وجوده أو عدمه. يعني الأداء لا، ممكن تكون في ظروف خارجة عن إرادته وخارجة عن إرادة الفرقة أو النادي وأخسر بطولة، يعني زي ما قبل كده خسرنا بطولة أفريقيا بفعل فاعل. يعني فأنا شايف لا، إن هو لازم يتجدد له يعني ويبقى متواجد.